نتخمم في القميص ده عشان احنا شفنا منه بلاوي وحكايات وقصص. انا مكلف نفسي ودافع 300 جنيه عشان اشتري لك القميص ده واقول لك عمليات النصب اللي بتحصل بيه. ده قميص الحاج، اوعى الحاج الزراد، اوعى تتخم فيه. اول زرطه بقى خد مني بقى، اول زرطه تلاقيه معاه عدد 2 موبايل، في كل واحد فيه خطين، كل واحد من دول فيه خطين، يبقى عدد 4 خطوط. لو تقول له اديني دي يا حاج يقول لك قسما بدين الله ما معايا رصيد. هو فعلا معهوش رصيد يا جماعه، صدقوا هو مش بيضحك عليه. معاه علبه مارلبورو والناعه نفس نوع العلبه دي، من صفات الحاج الزراد. تقول له حاج انا نفسي اشرب سيجاره مستورده، ما يبخلش عليك، يقوم فاتح العلبه بيطلع لك سيجاره صيني، سيجاره صيني دي مش تبع دي خالص، لا لا توحي ليها بشكل ولا بسعر ولا بأي حاجة. دي سيجارة صيني ب 20 جنيه، العلبة ب 20 جنيه منها. طبعا انت هتتخم طبعا في العلبة واخر حاجة بقى هنهي بيها، تخش عليه تقول له حاج قصدك في خدمة، يقول لك رقبتي قوم وفي ايه؟ تقول له فلان الفلاني كلمني وعمل معايا وبتاع، يقول لك ولا ما تكملش، فلان الفلاني ده حبيبي قوي وما تشيلش اهم حاجه، دي كلمته ما تشيلش اهم حاجه. كله بيقول كده، كله بيقول كده ما تشيلش اهم حاجه، تالت مره بقولها لك. وبعدين بقى تقول له يقول لك الموضوع خلصان، ويقول لك انا بعمل البتنجان صلصه وما تشيلش اهم حاجه وبتاع، بكره رن عليا، ترن عليه بكره غير متاح. يا اما بقى مفاتيح، ياما بقى مفاتيح ياما قوي، كل دي مفاتيح. وهو الاحتياجه عدد 2 مفتاح، واحد بير السلم وواحد مفتاح الشقه لو معايا اصلا ومراته مديهوله. مفاتيح ياما، فال ياما جايبها وضاعت ومحتفظ بالمفاتيح ايه؟ بشخلل كده زي ما انتم سامعين صوت الايه الشخلله. يمشي بقى حاج بقى مفاتيح. مفاتيح ياما بقى وبتاع، وايد راحه وايد جت. خطوتين برضو ايه انهي بيهم؟ اهم حاجه السلسله فتحة القميص. سلسله ايه كده؟ فتحة القميص طبعا، عشان انا مش حاجه اصلا بلبس فانيلا داخليه، عشان انا مش حاجه، انا بتقمص دور عشان انت ما تقعش في الفخ ده ويحصل معاك تريب نصب حكايه، فانا بتقمص لك. كلمه ايده مشغوله، بص بص الماسكه دي كده مع المفاتيح، ولازم المفاتيح تكون فيها ميداليه نيكل معايا هطلعها لكم دلوقتي، تمام؟ تالت زرطه بقى هي السبحه. السبحه دي لازم الحاج يبقى بتاع ربنا عشان تاخد رايه في حاجه وهو يفيدك، لازم يرسم ان هو بتاع ربنا وبيفهم في الدين ورجل الدين وبتاع، وتلاقيه ماسك السبحه عمال ايه شغال 2 3 عمال يعد وبتاع، والساعه اللي لابسها في ايده ماركه، يعني الساعه دي تكون ماركه. بس اللي انتوا ما تعرفوش ان الساعه دي اصلا ما فيهاش حجر، يعني بصوا كده بصوا فاضي يا جماعه من جوه اهي، فاضي الساعه، فاضيه ولا حجر ولا غطا ولا اي حاجه. زرطه برضو، زرطه بالاوانطه برضو. وخواتم بقى، خواتم ياما بقى، زمان لابس كده خواتم ياما وبتاع، وايده مشغوله وبتاع، وتلاقيه كده وبتاع ويوم. ولازم الساعه تروح وتيجي، لازم ما ينفعش الساعه قافله على ايده وشبه الناس العاديه، لازم الساعه ايه؟ صار القميص ده يبقى مفتوح. ما بيجي بقى يتكلم في التليفون برضو، جاله رنه مثلا، حد ايه اتصل بيه وقال له ايه؟ وعايز يرد بس، ليه ماسكه بقى معينه قبل ما يمسك التليفون؟ اللي هي ايه؟ حاجه غريبه كده، معرفش هو ساحر ولا ايه بالظبط، ملت امه ايه؟ بص بيعمل ازاي؟ لازم ما بيحطش السماعه كده، بيبعد السماعه حوالي 10 سنتي عن بقه. واهم حاجه بس انا ما عرفتش اجيبه، بيبقى معاه عدد واحد ريموت. الريموت ده بقى المفروض هو بيبقى عربيه، سياره، موتوسيكل، ريس، ايا كان بقى. الريموت ده اصلا شيطاني، مش متوصل بحاجه خالص. هو حاطه كده، ولو مرسيدس وبي ام يبقى ظبط الدنيا. ده النهايه، اوعى تتخمم. معلش اوعى تقع في الفخ. السلام عليكم يا اسطى، عايز اصلح المكنه دي عماله تقطع. ايه ده؟ قميص الحاج؟ يلا جدع، انت اول يا جدع، مش تغطي في المكنه بتاع جدع، يلا.